النهاردة استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وعقدت جلسة مباحثات منفردة أولا، بعدها كان في جلسة موسعة ضمت وفدين من البلدين ناحيتنا بطبيعة الحال وإخواتنا أشقائنا المحببين دائما إلينا من السودان. واستعرض الوفدين أو استعرض رجال البلدين كل العلاقات الثنائية، مع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية بما يرقى لمستوى العلاقة السياسية بين قوسين دي من عندنا، والتاريخية والنسب والمصاهرة والحضارة المشتركة، فضلا عن تعظيم جهود تحقيق التكامل الزراعي والربط السككي الطرق والكهربي بين البلدين. كمان الجانبين بحثوا تطورات ملف سد النهضة، وتم التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين مصر والسودان، باعتبارهم بالنسبة لنا كلنا احنا الاثنين احنا شعب واحد، وهي مسألة أمن قومي لينا احنا الاثنين. ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل للاتفاق القانوني العادل المنصف الملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة. طيب في الشأن الليبي شدد الجانبين على ضرورة دعم كافة الجهود للتوصل لحل سياسي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، فضلا عن دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واطلاعها بمسؤولياتها، ودي طبيعة الأحوال، إلى جانب ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين من الأجانب تماما في مدى زمني محدد، وده تنفيذا للقرارات الأممية والدولية المتصلة بنفس ذات الأمر. خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. أهلا بسعادتك سيادة السفير. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك سيادة السفير. مهم عندنا أن احنا يمكن نحاول نفهم أهمية الزيارة في ظل التوقيت يا فندم. لا شك أن الزيارة لها أهمية كبيرة جدا في هذا التوقيت، أولا على مستوى العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع الداخلية في السودان، وأيضا فيما يتعلق بما تشهده المنطقة والعالم من بعض التطورات ذات الأهمية البالغة والتداعيات على العالم، سواء في مجال الأمن الغذائي أو فيما يتعلق بالأمن بصفة عامة. لا شك أن الأوضاع في السودان يعني مرتبطة ارتباط وثيق بالعلاقات ما بين مصر والسودان، باعتبار أن هناك روافد عديدة بتتأسس عليها العلاقة ما بين البلدين، سواء كان ذلك من خلال ثوابت الجغرافيا أو وقائع التاريخ أو الوشاج الاجتماعية والثقافية أو شراكة مصر والسودان في مياه النيل أو شريان النيل، فضلا عن الأمن المتبادل بين الجانبين. لا شك أن الأمن القومي المصري والأمن القومي السوداني هما وجهان العملة واحدة مما لا شك فيه. لا شك أيضا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مرتبطة أساسا بالمصالح المشتركة، نتحدث عن البلدين بأنهما شعب واحد في دولتين، وبالتالي المصالح واحدة سواء كانت ذلك في أي مجال من المجالات. العلاقات يعني كما ظهر من البيان أنها شملت جميع الملفات، سواء كان الملف الأمني، الملف السياسي، الملف الاقتصادي، الملف الاجتماعي، وطبعا كان على رأس هذا كله هو الأمن القومي المائي، وأقصد بذلك ملف سد النهضة. واضح تماما أن هناك تنسيق وتشاور ومواقف تكاد تكون متماثلة فيما يتعلق بهذه القضية وبقضايا أخرى عديدة تمس الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وفي القارة الأفريقية بصفة عامة. يعني إحنا على سبيل المثال هناك بلا شك أن هناك تعاون أمني وعسكري تم الإشارة إليه في البيان،
وهذا طبعا على خفيف ما نلاحظه من أن هناك نوع من المناورات المشتركة والتعاون المشترك والتأكيد على أهمية الأمن لكلا البلدين بما فيه طبعا الأمن القومي المائي. هناك أيضا تدريبات عسكرية ومناورات مشتركة تمت ومن المؤكد أنها تجري وتتم أيضا، وهذا أمر له دلالة كبيرة جدا فيما يتعلق بما يلحق بما يجري من تطورات في المنطقة سواء منطقة القرن الأفريقي أو البحر الأحمر ربطا أيضا بمنطقة الخليج. ونحن نشهد أن هناك يعني تحركات وزيارات متبادلة على المستوى الرفيع سواء من جانب مصر مع دول الجوار أو من جانب الآخر مع مصر. ويمكن نحن شفنا زيارات عديدة لوزراء خارجية ورؤساء دول خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بالأمن والاستقرار في المنطقة. يمكن جات القضية الليبية على قمة الاهتمامات باعتبار أنها تمر أيضا بمرحلة حرجة فيما يتعلق بالتوصل إلى أمن واستقرار ليبيا وشيوع السلام في داخلها، أساسا بضرورة يعني منع أي تدخل خارجي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وأن يمتلك الليبيون يعني العملية السياسية بأنفسهم دون أي تدخل خارجي. وأعتقد أن هذا الموقف يعني مرتبط أيضا بموقف مماثل من جانب السودان أو من جانب البلدين في هذا الصدد. ربما أيضا إذا تكلمنا عن الجانب الخاص بالعلاقات الاقتصادية، وإحنا يمكن شفنا في الفترة الأخيرة تداعيات الأزمة الروسية الحرب الروسية الأوكرانية على العالم كله وعلى المنطقة المنطقة العربية والقارة الأفريقية. وأيضا هنا المسألة مرتبطة بالطاقة والغاز والأمن الغذائي طبعا، وده طبعا يعني خلينا نهتم بشكل كبير فيما يتعلق بالعلاقات ما بين الجانبين في هذا الصدد، باعتبار أن السودان بما لديه من إمكانيات وقدرات يمكن أن يكون يعني أحد الدول التي يمكن تتصدى لأزمة الغذاء بصفة عامة، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية. العلاقات الاقتصادية ما بين مصر وما بين السودان هي علاقات يعني تطورت بشكل كبير جدا مؤخرا، لأن تم تحقيق بنية تحتية قوية في جميع المجالات المرتبطة بالبنية التحتية، وأقصد بذلك الطرق البرية والنهرية والبحرية والربط الكهربائي والسكك الحديدية. أيضا هناك اهتمام كبير بزيادة حجم الاستثمارات خاصة في قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية، ونحن نعلم أن هناك منطقة صناعية مصرية تم إنشائها في الخرطوم، وبالتالي التطور ما حدث في البنية التحتية وأيضا ما حدث من استثمارات وما تم التوافق عليه على ضرورة تطوير هذا المجال، ده من المؤكد سيدفع العلاقات ما بين البلدين في هذا المجال إلى مجالات أرحب وأوسع. مصر أيضا في مجال العلاقات ما بين الجانبين في المجال الاجتماعي، وأقصد بذلك مجال الصحة والتعليم، يعني جائحة كورونا وما حدث فيها وما واجهه السودان في فترات عديدة من أزمات طبيعية، كان لمصر دور في دعم السودان في هذا المجال، وخاصة احنا نعلم في مؤتمر القمة الأوروبية الأفريقية الذي عقد مؤخرا تم توجيه يعني تم توفير إمكانية قيام 6 دول من بينهم مصر في إنتاج اللقاحات وتوفير التكنولوجيا الخاصة في هذا المجال. مصر كان لها دور أصلا في إنتاج اللقاحات وفي دعم النظم الصحية وبناء القدرات في هذا الصدد، وخاصة أيضا مع السودان بصفة خاصة. نحن نعلم أن في هذا الصدد كان هناك دور مصري محوري في
دعم السودان في هذه المرحلة. طب سيد سفير، يمكن الكل يتفق، لا أحد يختلف على الإطلاق، على أنه الأمن القومي المائي المصري السوداني هو ركيزة أساسية في خلق حالة أمنية مستقرة في المنطقة ككل، مش بس في القارة الإفريقية. سيد سفير صلاح حليمة، يرى إلى أي مدى هذا الاجتماع اليوم بالمباحثات المنفردة زائد اجتماعات وفود البلدين، سواء إذا كانت على المستويات الاقتصادية أو على مستويات أخرى متعلقة بمناقشات اجتماعية إلى آخره، هي داعمة للوصول إلى اتفاق عادل ملزم منصف بشأن سد النهضة؟ يعني إلى أي مدى تؤدي إلى تحريك مياه راكدة لو صح التعبير؟ شوف سعادتك، يعني إحنا في مرحلة الآن سيكاد يقترب بموعد الملء الثالث وفي الصيف المقبل، ولا شك أن ما تم حتى الآن فيما يتعلق بالملء الأول والملء الثاني ومحاولة التشغيل لم يحقق الأهداف المنشودة لأثيوبيا، مهما قيل في هذا الصدد، لأن كلا المرحلتين الملء الأول والثاني لم يحققها الكمية المطلوبة، وأيضا في عملية التشغيل لم يتم التشغيل كما كان يعني يرجى منه. لكن الاستمرار في التصرفات الأحادية ومحاولة فرض الأمر على الواقع، هذا أمر يعني لابد وأن يواجه بمواقف حازمة، لأن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل، اتفاق قانوني ملزم منصف وعادل لملء وتشغيل سد النهضة، الوعي يعني الظروف وأوضاع واحتياجات الأطراف الثلاثة ومصالحهم المشتركة، هو أمر حتمي لا بديل عنه، وهذا أمر يتفق مع القوانين والاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وأنه لابد من أن يكون هناك تحرك من أجل التوصل لهذا الاتفاق في وقت زمني محدد وقريب، وإلا سيكون هناك مخاطر جسيمة على الجميع. صحيح جدا سيد سفير، مخاطر على الجميع، نتمنى انها لا تحدث على الاطلاق. خليني اشكر سيد سفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقيه.